حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف المحلية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من موقع الهيئة نت. دكتور يحيى الطائي: الهيئة ثابتة في مواقفها الرافضة للعملية السياسية في العراق. في المدى نقرأ: إرباك بسبب تقرير عالمي وضع العراق ضمن أكثر 7 دول جائعة في العالم. وفي العربي الجديد: السودان، اعتقال حمدوك ومعظم وزراء الحكومة وتجمع المهنيين يدعو إلى التصدي للانقلاب. في القدس العربي نقرأ: العراق قرار بإعادة فرز أصواته 300 لجنة انتخابية يدويا. وفي عربي 21: أزمة مهاجرين بين بيلاروسيا وبولندا والأخيرة تمنع عبورهم. في صحيفة نيويورك تايمز: فيسبوك لم تتحرك لمنع الكراهية ضد مسلمي الهند. وفي إيكونوميست: ساسة لبنان لا يريدون اكتمال تحقيقات المرفأ. من صحيفة المدى نبدأ مشاهدينا الكرام مع مقال للكاتب علي حسين تحت عنوان كوميديا. إذ قال في هذا المقال: في مراتنا الديمقراطية في مرات كثيرة لا نعرف ماذا نفعل حين أشاهد ما يصرح به بعضهم عن الديمقراطية التي يجب أن يقدم لها العراقيون الطاعة والولاء. هل نضحك من العبث والكوميديا السوداء أم نصمت من شدة الكآبة والحزن؟ بعد 18 عاما من التغيير، أعتقد أن العراقيين مستعدون أن يسامحوا الطبقة السياسية على الكوارث التي مرت بهم خلال السنوات الماضية، إذا شعروا بأن هناك بصيصا من الأمل يحمله الغد إليهم. يستطيع الساسة ومريدوهم أن يقولوا ما يشاءون عن نواياهم وخططهم المستقبلية وعن الخير الذي يخبئونه للعباد، لكن المواطن المسكين يريد أشياء ملموسة. هذا المواطن لن تسد الديمقراطية جوع أطفاله. هذا المواطن لن توفر له شعارات الانتخابات البراقة سكناً لائقاً ولا علاجاً صحياً في مستشفيات متطورة. هذا المواطن لا يمكن الضحك عليه بشعار القضاء على الفساد، وهو يرى أن الكهرباء وحدها نهبت من أمواله أكثر من ميزانية دولة مثل مصر. هذا المواطن الفقير الموجود في القرى والنواحي يريد طرقات نظيفة، يريد عملاً يوفر له الحد الأدنى من متطلبات الحياة، لا يريد أن يقضي الصيف في بيروت والشتاء في دبي، يريد فقط أن يأكل ويشرب ويلبس، يريد تعليماً ينمي معارفه ولا يحوله إلى طائفي ومتطرف. هذا المواطن البسيط لا تشغله كثيراً معارك السياسيين وخطبهم، هو يريد أن يعيش بقدر ممكن من الاستقرار وبأقل قدر ممكن من الخسائر. هذا المواطن العادي لا تفرق معه هل اكتمل نصاب مجلس النواب أم أنهم متخاصمون فيما بينهم. أضاف الكاتب: ينسى بعضهم أن من العبث أن تبذل مجهوداً كي تحاول إقناع عاطل عن العمل بأن الديمقراطية الحالية غيرت مصائر الناس نحو الأحسن، ومن السذاجة أيضاً أن تحاول ذلك مع أرملة تنتظر أن تلتفت إليه الدولة. إن تقييم البسطاء وإحساسهم الفطري يظل أحد المعايير المهمة في الحكم على التجربة السياسية، خصوصاً عندما نتحدث عن الحكومات التي تعاقبت بعد عام 2003 وحتى الآن. كهرباء من خارج الحدود، هذا مقال للكاتب سحبان فيصل محجوب جاء فيه: تأكدت معلومات عن اتفاق وزارة الكهرباء مع الجانب الإيراني، ويهدف هذا الاتفاق إلى تأمين إمدادات الكهرباء إلى العراق من محطات توليد تنصب داخل الأراضي الإيرانية وتخصص لتغذية المنظومة الكهربائية العراقية حصرا ولمدة 5 سنوات حسب طلب الوزارة العراقية. يعد هذا الاتفاق من أفضل الحلول العملية الذي تلجأ إليه البلدان التي تفتقر إلى العوامل الأساس
في بناء قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية وتطويره نتيجة لعجزها عن توفير مستلزمات هذا البناء المتصل بضرورات الحياة الحديثة ومتطلبات التنمية المختلفة. فهل العراق منذ سنة الاحتلال البغيض 2003 قد فقد مقومات وشروط إنشاء منظومات وطنية لإنتاج الكهرباء؟ مما حدا بالمعنيين بتوفير التيار الكهربائي للمواطن العراقي إلى الاتجاه صوب هذا المشروع اللاوطني والذي يعبر عن مستوى مؤسف من مظاهر الذل والتبعية للغير، كما يعد إهانة كبيرة للملاكات الوطنية المعروفة بقدراتها الفائقة في تنفيذ المشاريع الكبيرة الناجحة داخل الوطن، بل تعدى ذلك إلى خارجه، حيث تشهد قيادات العديد من الدول بذلك وتشيد بقدرات العراقيين في البناء ودورهم المؤثر في تطوير البنى التحتية في بلدانهم. مما لا شك فيه فإن الإمكانات المتوافرة في العراق باستطاعتها إنجاز الكثير من المشاريع الاستراتيجية إذا ما توفرت الإرادة الوطنية المستقلة، فالعراق يعد من البلدان الغنية على وفق المقاييس العالمية لما يمتلكه من ثروات طبيعية هائلة وفي مقدمتها النفط إنتاجاً واحتياطاً، وله القدرة على توظيف جزء من عائدات تصدير نفطه لتمويل مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية. أضاف الكاتب أن هذا الاتفاق إذا ما استمر بتنفيذه هو انتهاك سافر لحرمة المال العراقي وتبديده لمصلحة الآخرين بوسيلة غير مشروعة أخفيت بخبث متعمد لإضفاء الشرعية عليها واستهزاء بقدرات العراقيين وفي مقدمتهم فيلق الخبراء والمهندسين والفنيين العراقيين الذين شهدت لهم ساحات البناء وإعادة الأعمار بإنجازات مبهرة. عن الحكومة المقبلة في العراق وتحديات الفساد في العراق، طبعا كتب صادق الطائي في صحيفة القدس العربي: تعد ملفات الفساد المليارية من أكبر التحديات التي تواجه الحكومات العراقية، ومع مرور قرابة 20 عاما على تراكم صفقات الفساد من جراء التخادم السياسي بين مروجي الفساد ومختلفي الغرماء السياسيين، بات من الصعب جدا تفكيك هذه الشبكات التي اختلط عبر نشاطها المال الفاسد بالسلاح المنفلت، وذاك بملفات سياسية إقليمية ودولية وارتباط المليارات المنهوبة بشبكات تجارة المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب السلاح في مختلف بؤر النزاع في المنطقة. عندما تولى مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء في العراق طرح مشروعه الواعد بمواجهة شبكات الفساد، واعتبر بعض المراقبين تشكيله لجانا خاصة تتولى التحقيق في هذه الملفات أمرا يبشر بأن هنالك جدية في الأمر، وقد رأى البعض قوة أمل عندما تم تكليف الفريق أحمد أبو رغيف بتولي التحقيق في ملفات فساد قد تطيح برؤوس كبيرة في العملية السياسية. لكن الأمر حتى الآن لم ينتج عنه مخرجات تشي بأن هنالك جدية في استئصال الفساد المعشعش في الدولة العراقية. وكما يعلم مراقبو الشأن العراقي إن السياسيين يتعاملون مع الوزارات والخدمات الحكومية على أنها إقطاعيات مربحة، لذلك أشار عدد من خبراء الإدارة والاقتصاد الدوليين بوجوب أن يحذو العراق حذو الدول التي عالجت آفات الفساد، وأن يتبنى حل الحكومة الإلكترونية كمعطى استراتيجي في مكافحة الفساد. وعلى الرغم من بعض الجهود المبذولة لتوصيل الخدمات الحكومية الأساسية بالإنترنت، إلا أن الأمم المتحدة تصنف العراق في ذيل قائمة البلدان من حيث معايير الشفافية الدولية بعد بوروندي، أفقر دولة في العالم من حيث دخل الفرد، وليس أفضل بكثير من اليمن والصومال. أضاف الكاتب: إذا قارنا العراق مع رواندا مثلا، الدولة التي وصلت إلى الحضيض في عام 94 و900 ألف بعد الحرب الأهلية والإبادة الجماعية التي تعرضت لها، لكنها ظهرت لأول مرة في قائمة منظمة الشفافية الدولية في عام 2005 على قدم المساواة مع لبنان وإيران.
وإذا نظرنا إلى التجربة الرواندية في مكافحة الفساد سنجد الحكومة قد أعطت الأولوية لمكافحة الفساد بطريقة لم يفعلها العراق على الإطلاق. بعد إجهاضهما ربيع العرب، أين حصاد الثورة المضادة وإيران؟ هذا تساؤل للكاتب ياسر الزعاترة، فقد قال: قلنا مرارا إن لقاء غربيا قد حدث بين معسكرين متناقضين ضد ربيع العرب، الأول هو معسكر الثورة المضادة الخانق والخائف من فكرة التغيير أو الإصلاح، أما الثاني فتمثل إيران وحلفها ولنقل توابعها بتعبير أدق. سيقول البعض إن إيران لم يكن لها دور في الضربة الكبرى التي أصابت ربيع العرب في مصر، وهذا ليس صحيحاً في واقع الحال، إذ لولا العقبة الكبرى التي صنعتها للربيع في سوريا، وهي الدولة التي يفترض أنها الأسهل تبعاً لوجود نظام أقلية طائفي متوحش ولا مثيل له في الكون، لولا ذلك لاستمرت المسيرة ووصلت حتى الدول التي مثلت معسكر الثورة المضادة، ولم يتوقف العبث الإيراني عند سوريا، بل ذهب إلى اليمن أيضاً ليأتي على آخر أمل لجعل نتيجة الثورة هناك معقولة ولو في الحد الأدنى، وليدفعها نحو ذات اللون الذي أرادته الثورة المضادة، أي النار والدم والمعاناة، على أمل أن تفضي إلى تعليم الشعوب درساً في الطاعة بالقول لها إن البديل هو نماذج سوريا وليبيا واليمن. نفتح قوساً كي نذكر بأن حضور قوى ما يسمى الإسلام السياسي كهدف للهجمة لم يكن إلا بسبب تصدرها لربيع العرب وأقله مرحلته التالية، وليس بسبب الهوية الأيديولوجية، ولو حدث أن تصدرت قوى من لون آخر لما تغيرت السياسة حيالها. في النتيجة العامة وبعد ما جرى في تونس يمكن القول إن الطرفين المشار إليهما قد نجحا في تحقيق المطلوب، أي إجهاض ربيع العرب. في حصاد إيران يمكن القول إنه بائس، ولولا أن المعسكر الذي واجهه جزء من معسكر الثورة المضادة عيش تخبطاً عجيباً، لكن الحصاد أسوأ بكثير. سيقول هنا البعض إنها انتصرت في سوريا والعراق واليمن وتسيطر في لبنان، وهذا صحيح نسبياً من ناحية عسكرية، ولكن الحصيلة الكبرى لهذه التدخلات جميعاً هو تكريس حالة عداء غير مسبوقة مع غالبية الأمة، الأمر الذي يعني نزيفاً طويلاً ومرعباً إذا ما أصر على السياسات نفسها، فضلاً عن تراجع الأزمات في المواقع كلها. ذكرت مجلة إيكونومست أن تحقيق انفجار مرفأ بيروت العام الماضي هو ملف لا يريد معظم ساسة لبنان إتمامه أو الكشف عن أسبابه. وذكرت المجلة في تقريرها أن خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي كان من المفترض أنه في ذكرى مناسبة دينية إسلامية، لكنه خصص الجزء الأكبر منه للهجوم على السياسي سمير جعجع، ومع أنه لم يكن هناك ما يدعو إلى الاحتفال، فقد كان زعيم حزب الله وبعد 4 أيام من معركة استمرت ساعات يهاجم جعجع ويحمله المسؤولية. لا يجادل أحد أن بيطار يقوم بأصعب مهمة في لبنان، فالانفجار الذي ضرب المرفأ في آب أغسطس من عام 2020 هو أضخم انفجار غير نووي في التاريخ، وقتل فيه 218 شخصاً ودمر معظم مركز العاصمة بيروت، وكان السبب هو اشتعال وانفجار 2750 طناً من نترات الأمونيوم المخزنة في عنبر بالمرفأ منذ عام 2013، وتعرضت للإهمال طوال السنوات هذا، وكان معظم الساسة في لبنان على علم بالمادة المخزنة ولم يفعلوا أي شيء للتأكد من سلامتها. وقالت المجلة إن هذا هو سبب ترددهم في دعم التحقيق، ويقول الرئيس اللبناني ميشيل عون إنه يدعم القاضي بيطار، ولكنه منعه من مقابلة توني صليبة المدير العام للأمن اللبناني،
أما حسان دياب الذي كان رئيس وزراء وقت الانفجار فقد تجاهل الاستدعاءات للتحقيق وأسرع بالسفر إلى أمريكا، لكن حزب الله وحركة أمل هما أكثر طرفين في لبنان حاولا تخريب التحقيق. وتابعت: دعا نصر الله القاضي للتنحي واتهمه بالتحيز. وقالت صحفية لبنانية إن وفيق صفا رئيس الأمن في حزب الله حملها رسالة إلى بيطار: واصل معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني، وإذا ما مشي الحال رح نقبعك، أي سنمضي معك بالطرق القانونية، وإن لم تنفع فسنزيحك بالقوة. ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية صنفها البنك الدولي واحدة من الأزمات المالية منذ منتصف القرن التاسع عشر، فقد تراجع الاقتصاد في العام بنسبة 25% وتجاوز التضخم نسبة 100%. يتوقع أن يتفاوض ميقاتي مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ، وأمامه مهمات أخرى، ولم يعد أمامه وقت طويل. وفي من المقرر أن تعقد الانتخابات البرلمانية في شهر أيار مايو من العام المقبل. شركة فيسبوك لم تتحرك لمنع الكراهية ضد مسلمي الهند، هكذا عنونت صحيفة نيويورك تايمز التي أكدت أن أوراق فيسبوك تظهر إخفاقا ذريعا لهذه الشركة فيسبوك في مواجهة التضليل وخطاب الكراهية والاحتفال بالعنف في أكبر سوق للشركة وهي الهند. في تقرير أعدته كل من شيرا فرانكلين وفيفي ألبا، قالتا فيه إن باحثة في فيسبوك فتحت في الرابع من شباط فبراير حساباً لتكتشف تجربة التعامل مع حساب على منصة التواصل الاجتماعي كشخص يعيش في كيرالا بجنوب الهند، وعمل الحساب في الأسابيع الأولى على أساس قاعدة بسيطة: اتبع كل التوصيات التي تولدها خوارزميات فيسبوك للانضمام إلى المجموعات، وشاهد أشرطة الفيديو، وحاول البحث في المواقع الجديدة. وكانت النتيجة فيضاناً من خطاب الكراهية والتضليل والاحتفال بالعنف، والتي تم توثيقها في تقرير داخلي نشر لاحقاً في ذلك الشهر. وب 340 مليون مستخدم لفيسبوك ومنصاتها الاجتماعية المتعددة، فالهند هي أكبر سوق للشركة، وتمثل مشاكل فيسبوك في الهند صورة مكبرة عن المشاكل التي واجهتها حول العالم، لكنها كانت الأسوأ بسبب غياب المصادر والخبرات في فهم والتعامل مع 22 لغة رسمية في الهند. إذن من بين 22 لغة رسمية، ذكرت فيسبوك أنها دربت أنظمة الذكاء الاصطناعي على 5 منها، وأن لديها مراجعين بشر لبقية اللغات، ولكن لم يكن لديها قدرات بشرية مناسبة لمراقبة المحتوى المنشور بالهندي وباللغة البنغالية، وكذا مراقبة بعض المحتوى الذي يستهدف المسلمين. ولم تتحرك أو تحذر حسب ما جاء في التقرير قبل 5 أشهر، فإن فيسبوك لا تزال تواجه مشكلات في حذف خطاب الكراهية ضد المسلمين. رصدت عدسة الأناضول السناجب في وادي مونزو بولاية تونجيلي شرقية تركيا، وهي تقوم بتخزين الأطعمة في أوكارها وتحت التراب استعدادا لفصل الشتاء. يعد هذا الوادي من أكبر الحدائق الوطنية في تركيا، ويقع في قضاء أوفاجيك، يتميز بطبيعته البكر واحتضانه العديد من الحيوانات البرية. ومع تدني درجات الحرارة بدأت السناجب البنية والسوداء والسود بدأت في تخزين الطعام استعدادا لموسم الشتاء. تقوم السناجب بقطع ثمار البلوط بأسنانها الحادة لتأكل قسما منها وتخزن القسم الآخر. وتعتمد السناجب تعمد إلى تخزين بذور كالبندق والكستناء والجوز في أماكن مختلفة، مما يسهم في توسع الغابات ونموها التي تعيش فيها تلك السناجب. وقبل الختام مشاهدينا، نبقى مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا تنتهي جولتنا الصحفية إذن، ولنا لقاء متجدد غدا بحوله تعالى في صدى أقلام جديد في رعاية الله.